أيها الإخوة الكرام، بعد أيام عدة تطل علينا ذكرى ميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الكرام، الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، سخر له السماوات والأرض تسخير تعريف وتكريم، منحه نعمة العقل ليكون العقل أداة لمعرفة الله، وليكون العقل مناطا للمسؤولية، فطره فطرة نقية طاهرة لتكون فطرته ميزانا له فيما لو خرج عن منهجه الإنساني، أودع فيه الشهوات ليرقى بها شاكرا أو صابرا إلى رب الأرض والسماوات، منحه قوة فيما يبدو ليحقق اختياره، منحه حرية الاختيار ليثمن عمله، وفوق كل هذا وذاك أنزل الكتاب بالحق ليكون الكتاب ميزانا على ميزاني العقل والفطرة. فحيثما توصل العقل إلى مقولة تتناقض مع القرآن فليعلم الإنسان علم اليقين أن في عقله انحرافا أو قصورا، وحيثما قادته فطرته التي طمست إلى شيء يخالف شرع الله عز وجل فليعلم المسلم علم اليقين أن الشرع وحده هو الحكم على كل شيء. ولكن يا أيها الإخوة الكرام، على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى سخر الكون ومنح العقل وفطر الفطرة وأودع الشهوات ومنح الاختيار وأعطى القوة، لا بد من خطاب من السماء إلى الأرض، لا بد من تربية الإنسان إذا زلت به الأقدام. لذلك كانت بعثة الأنبياء، الأنبياء رجال من بني البشر اصطفاهم الله لتلقي الوحي وتبليغ هذه الرسالة. ما كل إنسان يستطيع أن يتلقى الوحي من الله، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض. هؤلاء الأنبياء تلقوا عن الله الوحي وألقوه للناس، بلغوا الناس. كثيرون هم الذين يكذبون الأنبياء لأن دعوة الأنبياء تتناقض مع شهواتهم وانحرافاتهم، فأول رد فعل من قبل أهل الدنيا من قبل المترفين هو أن يكذبوا رسالات الأنبياء. لذلك كانت المعجزات، أي أنها خرق للقواعد العامة أو خرق لسنن الله في الأرض، وهذا الخرق شهادة الله عز وجل على أن هذا الإنسان هو رسول الله. إلا أن معجزات الأنبياء السابقين كانت معجزات حسية، هي كعود الثقاب تتألق ثم تنطفئ وتبقى خبرا يصدقه المصدق ويكذبه المكذب، لكن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام هي القرآن، معجزة بيانية عقلية باقية إلى آخر الدوران. وهذا من فضل الله علينا نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن لا ينبغي لمن ينتسب لهذه الأمة أن يظن أنه ناج بمجرد انتسابه إليها، فقد قسم العلماء أمة النبي عليه الصلاة والسلام إلى أمة التبليغ وأمة الاستجابة، فإذا كنت من أمة التبليغ فلا تنجو إلا بطاعة الله عز وجل، وإن كنت من أمة الاستجابة فقد استجبت لله ولرسوله إذا دعاك لما يحييك. أيها الإخوة، هذه مقدمة. ما مهمة الأنبياء؟ إنها مهمتان كبيرتان. المهمة الأولى مهمة التبليغ، يا أيها النبي
بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. هذه المهمة الأولى. وأما المهمة الثانية فهي مهمة القدوة، ولعمري إن مهمة القدوة أبلغ بكثير من مهمة التبليغ، لأن كل الذين أتوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام يبلغون عنه، ولكن الناس لا يستجيبون إذا سمعوا الحق بآذانهم، لا يستجيبون إلا إذا رأوا الحق متمثلا بأشخاص من بني جلدتهم يعيشون معهم. لا تستطيع أن تبلغ عن الله إلا إذا كنت متمثلا لهذا الشرع العظيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. لا تطمع أن تستطيع أن تبلغ عن الله عز وجل إذا كان كلامك في واد وحياتك اليومية في واد آخر، لأن الناس لا يصدقون ما يسمعون ولكن يصدقون ما يرون. لهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام بمثله الخلقي، بقيمه الرفيعة، بأخلاقه الرضية، بتضحيته، بجهاده، ببذله، بحرصه، برحمته، كان سبب التفاف الناس حوله. قال تعالى: بماذا وصف الله النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. كان من الممكن أن يصف الله النبي عليه الصلاة والسلام بآلاف الصفات، لكنه اختار الصفة التي تحقق معنى الرسالة، اختار الصفة التي تكمل التبليغ، ألا وهي القدوة. يا أيها الإخوة الكرام، ما لم نتأسى برسول الله، وما لم نقتفي أثره، وما لم نقتدي به، وما لم نجعله الشخصية الأولى في حياتنا، ما لم نجعل من أقوال النبي ومن أفعال النبي ومن أخلاق النبي ومن شمائل النبي قدوة لنا، ما لم نقلد النبي في كل شؤون حياتنا، فاحتفالنا بعيد المولد لا معنى له، يكاد يكون نوعا من التقاليد والعادات. يا أيها الإخوة الكرام، ما من وقت يحتاج المسلمون إلى أن يتعرفوا إلى أخلاق نبيهم كهذا الوقت. أكاد أقول إن معرفة سيرة النبي فرض عين. طالبوني بالدليل. ألم يقل الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة؟ ألم يجعل الله عز وجل من النبي في سيرته وفي أخلاقه وفي شمائله، من النبي الرجل، ومن النبي الزوج، ومن النبي الأخ، ومن النبي الصديق، ومن النبي القدوة، ومن النبي الحاكم، ومن النبي القائد؟ ألم يجعل الله عز وجل شخصية النبي قدوة لنا؟ ألم يأمرنا أن نأخذ عنه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ألم يجعل طاعة رسول الله عين طاعة الله؟ ألم يجعل إرضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عين إرضاء الله؟ لدقة في نظم في صياغة القرآن، قال تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه. لم يقل يرضوهما، لأن عين إرضاء الله هو عين إرضاء رسول الله، وعين إرضاء رسول الله هو عين إرضاء الله. يا أيها الإخوة الكرام، لا بد من وقفة متأنية عند هذه النقطة: كيف أهتدي بهديه؟ كيف أتبع سنته؟ كيف يكون النبي أسوة لي؟ كيف يكون النبي قدوة لي؟
إن لم أطلع على حياته، على سيرته، على بطولته، على مواقفه، على خصوصياته، على علاقته بأزواجه، علاقته ببناته، علاقته بإخوانه، أكاد أقول إن معرفة سيرة النبي عليه الصلاة والسلام فرض عين، فرض عين على كل مسلم. والشيء الذي ينبغي أن يقال في هذا الموضوع هو أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي تلقى الوحي من الله عز وجل، وهو أول مخلوق فهم الوحي كما أراد الله. وحينما تحرك النبي في معاملاته وعلاقاته وأخذه وعطائه، تحرك وفق فهمه لهذا الوحي، فكأن سيرة النبي تجسيد لفهم النبي عن الله عز وجل. فإذا اتبعنا سيرة النبي، فإذا اتبعنا أخلاق النبي، فإذا اقتدينا بأفعال النبي، فقد طبقنا الفهم الصحيح للقرآن الكريم. عندئذ نجتمع، عندئذ نتوحد، عندئذ نتعاون، عندئذ نحقق هدفا كبيرا. من أين يأتي التفرق؟ من تناقض السلوك. من أين تأتي البعثرة؟ من تشتت الأهداف. من أين يأتي الضعف؟ من التنازع. لو أننا درسنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، واقتفينا أثره، وقلدنا أخلاقه، وطبقنا منهجه، لاجتمعنا جميعا على سلوك يجسد فهمه لكتاب الله. إن أعلى إنسان فهم القرآن الكريم هو النبي عليه الصلاة والسلام، وما سيرته القولية والعملية إلا تجسيد لفهمه صلى الله عليه وسلم. فكما أن القرآن هو وحي الله أوحاه لرسوله صلى الله عليه وسلم، وكما أن السنة هي تفسير وتبيين وتوضيح لما في القرآن الكريم، سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة أصحابه الذين رضي الله عنهم هي أيضا تجسيد لفهم النبي عن الله عز وجل. ففي النهاية نحن أمام منهج سلوكي، وأمام مرتبة عملية إذا تفهمناها وطبقناها ساعدنا في الدنيا والآخرة. يا أيها الإخوة الكرام، نحن على موعد مع ذكرى مولد النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا يفعل الناس في هذه المناسبة؟ يجتمعون، يستمعون إلى مديح رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلقون الكلمات التي تبين شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن لي ملاحظة أتمنى أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي أننا إذا اجتمعنا في مساجد الله عز وجل، في بيوتات الله عز وجل، واستمعنا إلى مديح النبي عليه الصلاة والسلام، واستمعنا إلى كلمات وضيئة تتحدث عن شمائله، نحن جميعا طرف واحد، نحن جميعا نصدق ما يقال لأننا مؤمنون ولله الحمد، نحن جميعا لا نكذب من يتكلم عن النبي مادحا. ولكن بطولتكم في عيد المولد النبوي الشريف أن تدعوا أناسا لا طريق لهم إلى المسجد، بعيدون عن فهم هذا الدين، عليكم أن تهتموا بالطرف الآخر. لو أن واحدا منكم دعا أقرباءه، دعا من يلوذ به، دعا أصدقاءه، دعا الذين على احتكاك يومي معهم وهم ليسوا على منهج الله عز وجل وليسوا على شاكلته، دعاهم إلى احتفال متواضع بمناسبة عيد المولد وأسمعهم شيئا من الحق، هذا الذي أحدث جديدا، هذا الذي نقل الحق إلى من يجب أن ينقل إليه، هذا الذي أحدث في الإسلام أخا. فلذلك أن نجتمع
نحن المؤمنين في بيوتات الله لنحتفل بعيد المولد هذا سلوك طيب، سلوك مسعد، ولكن الأطيب منه أن تنقل أناساً قلما يأتون إلى بيوت الله، أن تنقل أناساً شاردين عن منهج الله، أن تنقل أناساً بعيدين عن الاتصال بالله، أن تنقل أناساً في خط آخر غير خط الله ورسوله، أن تنقل هؤلاء إلى دين الله. إذا فعلت هذا فأنت داعية ورب الكعبة. فلذلك أعجبتني في الموسم الماضي نماذج من إخوتنا الكرام الذين دعوا أقرباءهم، من يلوذ بهم، أصدقاءهم، جيرانهم الذين هم يشكلون الطرف الآخر، الشاردون عن الله، البعيدون عن قيم الدين. دعوهم إلى بيوتكم واحتفلوا بعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، ورددوا على أسماعهم أخلاقه العلية وصفاته الطاهرة، وأسمعوهم شيئا من حقيقة الإسلام وجوهر هذا الدين العظيم. إن فعلتم ذلك نقلتم أناسا من طرف إلى طرف. أيها الإخوة الكرام، للنبي عليه الصلاة والسلام شمائل كثيرة. أولا، لقد زكى الله عقل النبي حينما قال ما ضل صاحبكم وما غوى، وزكى لسان النبي حينما قال جل جلاله وما ينطق عن الهوى، وزكى شرع النبي حينما قال إن هو إلا وحي يوحى، وزكى جليس النبي حينما قال علمه شديد القوى، وزكى فؤاده فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وزكى بصره فقال ما زاغ البصر وما طغى، وزكاه كله فقال وإنك لعلى خلق عظيم. أيها الإخوة الكرام، مرة ثانية، بماذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام؟ وصف بأنه على خلق عظيم. لقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أن أحسن الناس إسلاما أحسنهم خلقا، وأن أكملهم إيمانا أحسنهم خلقا، وأن من أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا، وأن من أقرب المؤمنين مجلسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أحسنهم خلقا. الحديث الرابع، وأن خير ما أعطي الإنسان خلق حسن، وأنه ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وأن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، بل إن العبد ليبلغ بحسن خلقه عظيم درجات الآخرة. والخلق الحسن يذيب الخطايا كما يذيب الماء الجليد، والخلق السوء يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. أكثر من 10 أحاديث صحيحة تؤكد أن الخلق الحسن هو كل شيء في الدين. لهذا وصف الله النبي الكريم بأنه على خلق عظيم. لذلك إذا أردنا أن نحتفل بعيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام ينبغي أن نذكر شمائله وأن نقتدي به، ينبغي أن نتعلم وأن نطبق، ينبغي أن نفهم وأن نسلك، ينبغي أن نجعل النبي عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، أسوة لنا، نموذجا لنا. ينبغي أن نسأل ماذا كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا كان عليه الصلاة والسلام إذا دخل بيته لف ثوبه، هذا من خلقه الرفيع ينبغي أن نتأسى به. كان من عنايته بأصحابه صلى الله عليه وسلم ما رواه الحاكم بإسناده أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعض بيوته
فدخل عليه أصحابه حتى غص المجلس بأهله وامتلأ. فجاء أحد أصحابه وهو جرير البجلي فلم يجد مكانا فقعد على الباب، فنزع النبي عليه الصلاة والسلام رداءه وألقاه إليه ليجلس عليه، فأخذه جرير ووضعه على وجهه وجعل يقبله ويبكي وأعاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله، ما كنت لأجلس على ثوبك، أكرمك الله كما أكرمتني. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا وقال: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. هكذا كان مع أصحابه. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال: لما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ألقى إلي وسادة من أدم محشوة ليفا وقال: اجلس عليها. قلت: بل أنت؟ قال: بل أنت. فقال عدي: فجلست عليها وجلس رسول الله على الأرض، فقلت: أشهد أنك لا تبغي علوا في الأرض ولا فسادا. وأسلم عدي بن حاتم على يد النبي لما رأى من تواضعه. وروى البيهقي في الدلائل أنه وفد وفد النجاشي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يخدمهم بنفسه، فقال له أصحابه: نحن نكفيك يا رسول الله القيام بضيافتهم وإكرامهم. فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا لأصحابنا مكرمين، وأنا أحب أن أكافئهم. خدمهم بنفسه. هكذا كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. من صبر النبي عليه الصلاة والسلام ما رواه الإمام أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. كان قدوة لنا في السراء والضراء، خاف وأوذي وجاع وتحمل المشاق وتحمل عداوة قريش وتحمل بأسهم الشديد ومقاطعتهم وإيذاءهم وإخراجهم وسخريتهم وتكذيبهم. ألم يقل عليه الصلاة والسلام لقتلى بدر: يا فلان ويا فلان، وسماهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ لقد كذبتموني وصدقني الناس، وأخرجتموني وآواني الناس، وخذلتموني ونصرني الناس. أيها الإخوة الكرام، ومن شجاعة النبي عليه الصلاة والسلام ما قال سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: كنا أي معشر الصحابة إذا حمي البأس واحمرت الحدق اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يكون أحد أقرب إلى العدو منه. وأما من خشيته، كان يخاف الله خوفا لا حدود له. كان يقول عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. غضب صلى الله عليه وسلم ذات مرة من غلام وكان بيده سواك، فقال له: والله لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك، لولا خشية القصاص لأوجعتك بهذا السواك. وكان عليه الصلاة والسلام عظيم الهيبة، لأنه من اتقى الله هابه كل شيء، ومن لم يتق الله أهابه الله من كل شيء.
كان عليه الصلاة والسلام فخما مفخما يتلألأ وجهه صلى الله عليه وسلم تلألؤ القمر ليلة البدر، من رآه بديهة هابه ومن خالطه أحبه. دخل عليه رجل فأصابته رعدة شديدة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هون عليك، فأنا لست بملك ولا جبار، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. ومن عدله صلى الله عليه وسلم ما رواه الشيخان البخاري ومسلم، واللفظ للبخاري، عن عروة أن امرأة سرقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان حب رسول الله محبوبه، يستشفعونه. قال عروة: فلما كلمه أسامة تلون وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لأسامة: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: يا رسول الله، استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام عليه الصلاة والسلام في الناس خطيبا فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإنما أهلك الناس من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. هكذا العدالة. ومن رحمته صلى الله عليه وسلم ما رواه الإمام أحمد عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم، فدخل حائطا أي بستانا لرجل من الأنصار، فإذا فيه جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن الجمل وذرفت عيناه، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح ذفريه فسكن الجمل، فقال صلى الله عليه وسلم: من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تتقي الله بهذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. أيها الإخوة الكرام، هذه رحمة النبي، رحمته بالخلق جميعا، رحمته بالخلق كافة، حتى المخلوقات كان يرحمها، كان يعطف عليها، كان يحرص على سلامتها، يحرص على إطعامها، يحرص على عدم إرهاقها. وكان أعظم الناس حياء لأنه أعظمهم إيمانا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: الحياء من الإيمان. فكان أشد حياء من العذراء في خدرها، وقد بلغ من حيائه صلى الله عليه وسلم أنه لا يواجه أحدا بما يكرهه. يا أيها الإخوة الكرام، لو أن المسلمين اليوم تعرفوا إلى نبيهم معرفة صحيحة لقوله تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم، لو أنهم تعرفوا إليه، لو أنهم طلبوا العلم وتعرفوا إلى سيرته صلى الله عليه وسلم، تعرفوا إلى أخلاقه، تعرفوا إلى نفسه السامية، لو تعرفوا إليه وجعلوه قدوة لهم في حياتهم، في أعمالهم، في حركاتهم، في نشاطاتهم جميعا، لكانوا في حال غير هذا الحال. رحم الله من قال في مدح خير الأنام: يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، منها وما يتعشق الكبراء، فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، وإذا عفوت فقادرا
ومقدرا لا يستهين بعفوك الجهلاء وإذا رحمت فأنت أم أو أب هذان في الدنيا هم الرحماء وإذا غضبت فإنما هي غضبة في الحق لا ضغن ولا بغضاء وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت لك العلماء. يا أيها الإخوة الكرام، أليست لكم سهرات؟ أليست لكم لقاءات؟ أليست لكم أمسيات؟ أليست لكم يعني أماكن تقضون وقتكم فيها؟ هذه اللقاءات بماذا تملؤونها؟ بالقيل والقال، بالحديث الذي لا مضمون له، بالحديث الذي لا يغني ولا يسمن من جوع، بالحديث الذي يفرق ولا يجمع، بالحديث الذي يملأ القلوب ضغينة وحسدا، بالحديث الذي لا معنى له، باللغو الفارغ. حبذا لو ملأتم مجالسكم، ملأتم لقاءاتكم بالحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبالحديث عن أخلاقه تتعطر المجالس، بالحديث عن شمائله تمتلئ القلوب بهجة وغبطة، بالحديث عن أخلاقه الرضية ترتسم البسمة على الوجوه. يا أيها الإخوة الكرام، هكذا ينبغي أن نحتفل بالمولد النبوي الشريف. لما كثر مدعو المحبة طولبوا بالدليل، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. دققوا في هذه الآية، كل يدعي وصلا بليلة، كل الناس يدعون حب الله عز وجل، كل الناس يدعي أنه مؤمن كبير. هذه دعوة، هذا كلام لا مضمون له. لما كثر مدعو محبة الله عز وجل طولبوا بالدليل، وما الدليل؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. لن تكون محبا لله إلا إذا اتبعت رسول الله، وإذا اتبعنا جميعا رسول الله توحدنا وزالت تلك الفرقة بيننا، زالت تلك التناقضات فيما بيننا، زالت تلك الأمراض التي تفتتنا والتي تنهشنا. إن اتباع سنة النبي يوحدنا، إن طلب العلم وطلب معرفة رسول الله يؤلف بين قلوبنا، يعطر مجالسنا. فيا أيها الإخوة الكرام، نحن على أبواب عيد مولد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم جميعا مطالبون أن تقيموا في بيوتكم مجالس تذكرون فيها النبي عليه الصلاة والسلام. فلعل أناسا حولكم بعيدون عن دين الله، بعيدون عن منهج الله، بعيدون عن معرفة الله، بعيدون عن معرفة رسول الله، لعلهم ببيانكم ونصحكم وتوضيحكم يأتلفوا ويزدادوا قربا من هذا النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين.